مساء الخير للجميع، حياكم الله. التجدد دائما يكون في هذه الحلقة بأمسية جديدة، والابتسامة تكون دائما، يعني واحد يبتسم زيادة على اللزوم يقول عسى هالابتسامة تكون خير، وإن شاء الله أيامنا يكون فيها خير ونسمع كل خير من خلال الأيام المقبلة، خصوصا أن في بعض الإزعاج اللي قاعد نسمعه وراح نطرحها بحلقة اليوم. لكن خلوني ارحب بضيوفي داخل الاستوديو، بدايه مع كابتن ابو علي منصور. ابو حياك الله. الله يحييك كابتن عبد الله، وانا سعيد طبعا معاك ومع كابتن محمد عبد الله ماجد كابتن الكبير احمد دوسري. احمد دوسري والنعم، فنتشرف اليوم وشغال الاخ محمد عليك. مش عندك بدايه الحلقه؟ ترى انا متعود متعود أوكي. على هذا الشيء كابتن ماجد عوض حياك الله. ماجد الله يحييك، مسي عليك ابو تركي وعلى اخواني بالاستديو وعلى طاقم البرنامج على الساده المشاهدين. واليوم الله يستر من اوراق ابو عبد الوهاب صراحه، اليوم ملف وياه ما ادري شنو الحين ناطر الملف. اليوم الاربعاء، وبعد شوي اقول لك ليش انا قلت اليوم الاربعاء بوجود عبد الوهاب. عموما خلينا نرحب ويا بعض في ضيفنا اليوم داخل الاستديو، حارس مرمى نادي خيطان كابتن احمد دوسري. حياك الله معنا. حييك حي من قال يا عبد الله، صبح عليك على الساده المشاهدين وعلى الكباتن اللي يشرفني اكون قاعد بينهم انا. حياك الله، الشرف يا ان شاء الله. دائما كل ضيف يثري حلقتنا من خلال اراءه وايضا بعض الاجابات الخاصه من الاسئله، سواء من عندي او من عند المتصلين. نرحب بضيوفنا يساري ويمين الشاشه تحديدا كابتن عبد الله عاشور. عبد الوهاب حياك الله معنا. الله يحييك يا ابو تركي، وطبعا الوجوه الجميله اليوم كابتن منصور ابو البعد. انا من كثر ما اتذكر مباراه سالميه وفحيحيل كل ما يجي بالي، وطبعا احمد انا لعبت وياه يعني موسم قبل لا اعتزل، من النجوم اللي يعني مستقبل، وان شاء الله تكون له فرصه اكثر وانضمام المنتخب. طبعا ماجد عوض ما يبي له ابو وصالح اليوم من اول حلقه مخلينا بس نضحك، ما ادري ايش سالفته. اي ما قلت قطه ان شاء الله قبل انا ابدي الحلقه. محمد صالح حياك الله ويانا. الله يحييك يا عبد الله، رحب فيك والساده المشاهدين والحضور طبعا اخواني الكبار كلهم الموجودين، والنجم الموسم قبل الماضي كابتن احمد دوسري، لكن ما ادري ليش الحين ما هو موجود، لكن ان شاء الله هو يجاوب، لان قدم موسم استثنائي صراحه. يعني والله مو لانه موجود، لكن هو لانه موجود فرصه ان احنا نقول هذا الكلام. قدم موسم رائع جدا مع نادي خيطان، وتوقعنا انه يستمر بتصاعد يعني صراحه، لانه قدم شيء يعني كحارس ذكرنا بحراس اول، ذكرنا بحراسنا الجيل الذهبي مع الموجودين حاليا النجوم، كانوا من افضل الحراس اللي قدموا بالدوري. لكن انا ماني عارف ليش. عندك سؤال عام حقه بعد شوي يجاوب عليه؟ ليش وقف؟ ليش وقفت؟ لك اجابه ان شاء الله، وجودك اليوم ضروري علشان نجاوب على بعض الاسئله الخاصه. عموما هذا الرقم موجود اسفل الشاشه، مخرجنا حاطنا اياه في فتره، او احنا سويناها يمكن هالموسم قاعد تشوفون في فترتين خاصه للمتصلين، علشان في ناس تشوف تفاعل الناس وبعدها تتصل وتقول ما خذيتوا اتصالاتنا. فنص الحلقه اتصالات اذا كان في اسئله للضيوف، ونص الحلقه ايضا في نهايه الحلقه في اتصالات واستفسارات للناس. رحبنا بضيوفنا، اسئلتنا ومحاورنا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية في حلقتنا نبتدي بموضوع جدا هام يخص الشارع الرياضي الكويتي وحتى الخليجي، في موضوع اللجنة الأولمبية الدولية والنقاش اللي قاعد يحصل الآن بخصوص الكتاب المرسل للكويت، هل هناك استمرارية لإيقاف الرياضة في الكويت تحديدا. والموضوع وصل لأن في اليوم اجتماع وباكر اجتماع وتحديد أن هل تستمر الرياضة في الكويت أو يستمر الإيقاف في الكويت، ولا ينشال هذا الإيقاف بين قوسين بعيدا عن كرة القدم الرياضات الخاصة الأولمبية. وطبعا إذا بتكلم عن هذا الموضوع يجب أن أذكر جهود مدير عام هيئة الرياضة دكتور حمود فليطح ونائبه صقر الملة بخصوص الجهود المبذولة اللي أكلوها في الفترات السابقة برفع الإيقاف عن كرة القدم تحديدا. فإحنا دائما نشكر هالشخصيتين وغيرهم من الشخصيات، لكن اليوم بالأخص أذكر دكتور حمود فليطح وصقر الملة على جهودهم المبذولة من خلال رفع الإيقاف عن الكرة في الكويت، وإن شاء الله يتم رفع جميع الإيقافات الخاصة في جميع الرياضات. بكرة إن شاء الله يتحدد هذا الموضوع من خلال اجتماع ما بدر من كتاب الخاص في اللجنة الأولمبية الدولية.
محمد الصالح كلمني عن هذا الاجتماع اللي اتوقع له جزئين اليوم وباشر في اجتماع وتحديد مصير. هو عبد الله يعني بالبدايه باشر اجتماع مكتب تنفيذي وراح يقررون فيه اما رفع الايقاف المؤقت عن دوله الكويت والسير فيه خارج الطريق اللي كانت اساسا متفق عليها بالسابق او استمرار ايقاف الالعاب في الكويت بسبب ان عدم تطبيق الشروط اللي هم اساسا كانوا قاعد يتفاوضون فيها صار لهم فتره طويله. لكن بالبدايه احب انوه شغله ان احنا وين كنا وين صرنا. يعني بالسابق اذا تذكرون كلنا عشنا هذا الشيء هني انه والله ندز للجنه الاولمبيه ما يردون علينا. طبق الشروط وتالي كلمني. نبي نتفاوض لا يحطون موعد ولا يعطونك اي كتاب ممكن يفيدك باي شيء غير ان تطبق الشروط الثلاثه اللي كانت بالسابق. حتى الحين في كتبهم الاخيره تغيرت هذه الشروط اللي كانت في السابق وحال وتالي يقول لك والله كلمني. الحين صار في اجتماعات راحوا لهم الجماعه هني من الكويت وهم يو الكويت واجتمعوا حاليا بداوا يرسلون كتب ولو ان الكتاب الاخير اللي ظهر امس انا بصراحه يعني في ناس تشوفه تفاؤل في ناس تشوفه انا ما اعتقد ان مهله يوم واحد كتاب انت دازه لي تاريخ 14 وتاريخ 16 بتاخذ القرار تقول لي تعال طبق لي هالشروط هذيله وبكتعاون منه انه والله بس هذه الطريقه الوحيده اللي تشيل الايقاف ما اعتقد ان هذا امر كان صحي جدا بعد شنو اللي معاجبك بالتاريخ اللي انت قاعد تقول شلون يوم واحد عبد الله يوم واحد ويسالك عن ويقول لك عن شرط انت شرحته له من قبل على سبيل المثال نكون بشكل مباشر قاعد نقول لك رجع الاتحادات واللجنه الاولمبيه علشان يشيل الايقاف عنك ردت الحكومه بان هذا الامر ما هو متوفر حاليا وما راح نقدر ان احنا نطبقه لكم لانه طافت المده القانونيه اللي طعن في هذا الشيء وهكذا انه احنا ما راح نقدر نرجع هذه الاتحادات بالتالي اربع اسباب لها المهم انه ردوا عليهم الحين بكامل رفع قضايا وخسرها انه طاف المده القانونيه انه في قضايا موجوده وحكمت فيها المحاكم بعدم رجوعهم يا ابو محمد بعطيك وقتك بس خليني اكمل مع صالح الموضوع عندنا الحين انت عارف كلجنه اولمبيه ان هذا الامر ما هو موجود ما هو متوفر لدولة الكويت. انت تيجي تقول لي مرة ثانية الحين بس لاحظ الكتاب الأخير ها اللي هو بيوم واحد هذا صار فيه تنازل كبير من اللجنة الأولمبية بأنه يقول لك رجع لي اللجنة الأولمبية فقط ما حدد الاتحادات الأخرى معناته أنه هو تنازل عن الاتحادات هذه كلها ومو ضروري عنده يرد الاتحادات. انت مصدعنا صار لك ثلاث سنين على شنو انت صار لنا سنتين لأن 2016 تم حل اللجنة الأولمبية صار لك سنتين تقول لي هالكلام رجع الاتحادات رجع الاتحادات آخر كتاب عندك قولي رجع للجنة الأولمبية وأنا أشيل الإيقاف. إذن العملية ما هي عملية قانون لأن بالأساس الميثاق الأولمبي هو هذا التنازل اللي أنت قاعد تقول عنه. لا لا هو التنازل أن أنت بفتح الباب أن أنت تيجي تتفاوض معي هذا أمر أنت تنازلت فيه ما كنت تتفاوض معي وصلت لي عندي بالكويت هذا أمر أنت أيضا تنازلت فيه انزل. وصلت معي في مساومات وقللت الشروط وقلصت حتى داخلية الشروط يعني كنت تقولي رجع الاتحادات واللجنة الأولمبية صارت بس اللجنة الأولمبية كانت شروط ثلاثة أربعة صارت بس اثنين فهذا التفاوض شيء ممتاز صراحة كان عندنا صاير هني شيء ممتاز احنا وين كنا وين صرنا ها وين المرحلة اللي وصلنا. طيب شو اللي معاجبك عيل قصدك بس هي اللي معاجبني الطريقة زائد انه عشان اقول لك اللي معاجبني بشكل مباشر من بداية الأزمة نرجع لأول ما كنا في الإيقاف كنا دائما نقول ان في ناس قاعد تعرقل هذا الأمر وان هذا الأمر في شكاوي موجودة من الكويت والناس هذه نفسها اللي قاعد تعرقل حاليا هذا الأمر مستمر بالنسبة لهم مستمر لان هم يبون ينشال الايقاف ما اقول لا لكن بشرط انه يكونون ربعهم موجودين على القياده يعني مو بس محدوديه الوقت اللي انت ذكرتها اول شيء بخصوص الكتاب انت قلت لي انا لا 14 و15 16 على طول بنزل القرار طبعا زائد انه حتى المشكله هذه انا عبد الله ايش اقول لك نرجع للاول هو مجرد التذكير هذا الامر مستمر في العرقله وشفنا هذا اللي حصل في اتحاد القدم احنا كنا نفاوض ونتكلم مع الفيفا محامي الشيخ طلال يدز كتبنا ترى ما طبقوا الشروط وشلون بتردونهم واحنا مو موجودين فهم عندهم هم المعرقلين هذول عندهم هم ان ربعهم يرجعون احنا انا قاعد اتكلم عن عوده رياضه كويتيه ناس قاعد تتكلم عن عوده اشخاص للرياضه الكويتيه ماجد محمد الصالح مو متفائل من الكتاب اللي ممكن يصدر باكر انت ايش رايك لا لازم نتفائل انا اختلف يمكن ويا محمد لازم نتفائل ان شاء الله احنا نقول في 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 امل يمكن شفنا العراقيل اللي قاعد تصير حتى بعوده اتحاد كره القدم السابق انا برد على كلام اخوي محمد يمكن اللي قبل شوي يتكلم على موضوع الكتاب
انت كلجنه اولمبيه قبل اسبوعين كنت بالكويت ومجتمع ويا المسؤولين ومجتمع ويا الهيئه ومجتمع ويا القيادات بالكويت عندنا، والاجتماع باكر تاريخ 16. شنو معناته ترسل لي كتاب قبل بيوم؟ انا باكر القرار بيطلع، ليش؟ شنو الهدف من ارسال الكتاب قبل الاجتماع المكتب التنفيذي للجنه الاولمبيه بيومين؟ وشنو فحوى الكتاب اللي نتكلم عليه؟ انه اذا رفعنا الايقاف مؤقت انكم تعترفون باللجنه الاولمبيه وتخلونها تاخذ راحتها وعدم تدخل فيها، والامر الثاني قاعد تكلمني والله على قوانين، قاعد تسولف على قانون واحد اللي هو قانون السجن، قاعد تكلم على ماده واحده عفوا كنت تسولف في مواد، الحين ماده واحده هي الخلاف صارت في قانون السجن، والحكومه ما عندها اي مانع يمكن بهالامر. والشيء الثالث والاهم اللي موضوع الايقاف بصوب والمجلس الاولمبي الاسيوي بصوب ومبنى المجلس الاولمبي وشنو صار عليه، مو موضوعنا بالايقاف بالعربي، شكوا الموضوع، شكوا موضوع بزاز. المجلس الاولمبي الاسيوي دخله موضوع ايقاف الرياضه الكويتيه، هذا بزاز. هذا موضوع عقد انتهى مع حكومه دوله الكويت، مبنى ارض حكومه املاك دوله، انتهى العقد، تفاوض يا دوله الكويت على تمديد تجديد انهاء العقد، هذا امر ثاني ما له اي معنى وما له اي صله بموضوع ايقاف الرياضه الكويتيه. اللجنة الأولمبية تدخل موضوع المجلس الأولمبي الأسيوي في موضوع إيقاف الكويت بأي حق؟ موضوع خلاف بين الكويت بين المجلس الأولمبي الأسيوي على أرض حكومية، اختلاف على العقد، مدة العقد، الإيجار، هذا أمر اللجنة الأولمبية مو معنية فيه. نتكلم أنت كلجنة أولمبية تحاول تبتز المسؤولين بالكويت ولا تبي تهيج الشارع الكويتي ولا قبل اجتماع بيوم؟ أنا قبل أسبوعين الكلام اللي قلته هذا أنت قايله قبل أسبوعين في اجتماع مع المسؤولين، اضطرش كتاب باكر ان ننطر قرار اللجنه وش اللي راح يصير فيه. كابتن احمد، بغض النظر عن تفاصيل هذه القضيه، لكن كونكم لاعبين وانت كلاعب موجود هنا، مواضيع نفس هذه تسمعونها ومن خلال وسائل الاعلام وغيره بان هناك ايقاف، بغض النظر عن حتى نوع الرياضه، لكن شنو يعكس لكم هذا الشيء كلاعبين؟ شو شيء عبد الله، الموضوع هذا لما رد النشاط عندنا هنا الكويتي، مو اللاعبين اللي افرحوا ولا اعلاميين، الكويت كلها فرحت. صح. اول افتتاح كاس الخليج الجمهور كله حاضر داخل الملعب، هذا غير اللي قاعدين برا. فهذا كلاعب انا يعني توقف علي النشاط، انا ما عندي طموح، شنو بيكون طموحي؟ شنو طموحي؟ طموحي العب محلي؟ زين لمتى؟ لمتى بلعب محلي؟ زين لعبت محلي، اخذت دوري، اخذت كاس، وبعدين؟ مو انت بتلعب برا؟ زين انا ما قاعد العب برا، ما قاعد اسوي شيء، يعني انا كلاعب باكر مالي نفسي اتمرن. طموحي مثلا انا مثل ما تقول انا نادي صغير ما اقدر اخذ الدوري، زين طموحي على الاقل اوصل منتخب. نعم. زين اذا المنتخب موقف شنو بيكون طموحي؟ طموحي اتمرن كل يوم بس شيء صار روتيني اني اروح اتمرن وامشي، ما في. طيب مثل هذه الكتب تحسسكم تخوف مثلا؟ يعني اليوم انا اتكلم عن موضوع اليوم، اي شيء يندز بسبه الموضوع هذا احنا كلاعبين اكيد بنخاف، نتفائل ان شاء الله خير بس هم راح نخاف، ايش ما راح يصير راح نخاف. يعني خير ولا شيء، ما ننطر ما نرتاح لين نشوف انه يقولون اوكي ماكو شيء هني نرتاح، بس انت الكتب هذه احنا ما ندري عنها كلاعبين. صح. بس انا اسمع منها تخرعني هذه. صح. من كثر ما اخاف منها ما ابحث عنها. ما تبي تدش التفاصيل. ما بديش التفاصيل. اعطوني الزبده شنو قاعد يصير. اي بس ان شاء الله اتمنى يعني ان المشكله هذه تنحل. ترفع. بضروري ترفع الايقاف عن بقيه الالعاب في الكويت تحديدا. كابتن منصور، رايك بهذا الموضوع كرياضي؟ طبعا كرياضي ومتخصص في مجال كره القدم، اول شيء بنكون واضحين، اول شيء الايقاف هذا ما راح يكون الاتحاد الكويتي لكره القدم غير معني بهذا الايقاف، هذا انا شيء قلته وعارف. هذا خالصين منه. إيه؟ اذا الاستحقاقات الجايه بالنسبه لنادي الكويت والقادسيه والى اخر المنتخب سوف يستمر وما في اي خلاف. الشيء الثاني، انت اليوم كاتحاد او كلجنه اولمبيه، يا اخي ليش العالم تخليها مبهمه كذي، ما هي عارفه ضايعه؟ ليش ما يكون واحد مصرح يطلع اعلامي يصرح يتكلم بلسان الحكومه بان ترى الخطوه الاولى كانت كذا، الخطوه الثانيه؟ ليش الناس كلها من خلال التويتر او من خلال يعني شغلات من نسج الخيال، زين والله بيصير كذي والله بيصير كذاك اذا ما عملنا كذا، ليش ما يطلع واحد رسمي ويتكلم؟ رسمية مصرحة من وزارة الاعلام، وين احنا في 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 لايات اخبارية، في
ولكن ما في واحد يطلع رسمي من هيئة الشباب الرياضة أو ممثل من الحكومة يتكلم بشكل واضح. شو برد عليك بهالموضوع أبو عبد الله؟ اسمح لي بس بهالمقاطعة ثواني. الموضوع اللي تكلم عنه تدري ليش؟ لأن قاعد نتكلم إحنا لو الكل يحاول يرفع الإيقاف، بس قاعد نتكلم وشفنا يمكن السرية أدت إلى رفع الإيقاف على الرياضة الكويتية، الشغل السري. لأن أنت لو الكل قاعد يشتغل الإيقاف الرياضة الكويتية ما اختلف وياك، انا ما اتكلم باسم الحكومه، بس لان شفنا لما تبين هالشيء في ناس قاعد تشتغل ضدك في المنظمات الدوليه تحاول عرقله هالامر. فالسريه المطلوبه، واحنا يمكن اكثر من مره في هالبرنامج نوهنا على هالموضوع، انه لازم تكون بسريه، لان في ناس قاعد تشتغل في المنظمات الدوليه ضدك. اتمام النقاط تكون مو بسريه وليس في العالم. لا لا عبد الله، وبالتالي كلام ماجد صح. احنا ندري ان هناك تيارين، تيار قاعد يشتغل ضدك وتيار قاعد يشتغل لمصلحة الكرة الكويتية ومصلحة الرياضة بشكل عام. بالتالي احنا اليوم الشارع الرياضي ما هو عارف شو اللي قاعد يدور. السرية في مجال معين اوكي، داخل مثل ما يقولون قاعات المغلقة راضين، ولكن في خطوط عريضة، في شغلات المفروض الشارع الرياضي يكون يعني عارف الشغلات اللي قاعد تصير. يعني اليوم احنا اذا نبي الخبر نستلقيه يا من التيار هذا او هذا، بالتالي من وين؟ من خلال تويتر. يعني اليوم في شغله مهمه، اليوم الكل عنده هاجس والله الرياضه بتوقف، وهذا الشيء قاعد يضر الرياضي وقاعد يضر مستوى الرياضه بشكل عام، وقاعد يضر حتى سمعه الكويت بالخارج. انت حتى باكر اذا عندك استحقاقات يقول لك يا اخي. اقرب مثال اليوم اتحاد الكويت لكره القدم عنده مجال انه يتعاونون مع الحكام خارجيا. نعم. ما انت قادر حتى تسوي دوره بالنسبه لك انت، لان انت باي لحظه ممكن توقف. هذا الغموض اللي قاعد يصير، هذا قاعد يضر. فبالتالي انا مثل ما قلت ويا ماجد، في بعض الحالات انه تكون مثلا الاجتماعات في غرف مغلقه يجب ان تكون لها، ولكن الخطوط العامه نعم تكون خارجيه واضح وشكل واضح. عبد الله، في جزئيه معينه هي خاصه بالاعلام، دور الاعلام شنو المفروض انه يكون في تغطيه هذه النقاط او هذه الاخبار؟ شوف يعني الإعلام، أنا دائما أحب مثل الدول لازم يحطون واحد يسمونه الناطق الرسمي. اليوم أنت تبي واحد لما يطلع من الخبر، إحنا في مشكلة نعاني منها بالكويت صراحة، أنا أقولك إياها، لازم أسير أنا اللي أطلع الخبر أول واحد عشان الناس تلحقني مثلا بالبرامج التواصل الاجتماعي لا اليوم إحنا اليوم بمشكلة. تدري شنو هي المشكلة؟ إنه لازم نطالع الكويت. أنا أقولك صراحة، ما بيقول يمكن قاعد يقول إن في جهة ضد وجهة معه، إحنا لا، إحنا نبي الجهتين يفكرون مصلحة الكويت. عبد الله في هالشيء. الوضع إحنا ما يخالف. ترى شوف، أنا حاطة كتصور كذي، ترى حتى الشخص اللي تشوفه أنت مضاد لك. بس يا جماعة شنو فيها جهتين؟ أنا أشوف. لا يعني قاعد في اتجاه قاعد يقول لك يبقى أنا أسلوبي هذا اللي أحس إنه هو صحيح. وهذا الشخص يقولك انا هذا اسلوبي الصحيح، ما اقدر اقول ان هذا سيء وهذا مو سيء. طيب انا صالح على كلام الشباب، يعني الحكومه جهه؟ لا انا اكمل لك النقطه بس عبد الله عشان اوصلها لك. الان الوضع العام اللي المشاكل محمد قالها واشوف ماجد وكل اللي قالها، يعني معناته قلصوا الشروط اللي هم حطوها اللجنه الاولمبيه على شرط واحد، انه يرد المجلس. ليش ما يرد؟ خلينا نشوف حل ان نرد. الحين القوة صارت بالجهة اللي الحين قاعد تشتغل، اللي هي بوضاري، دكتور صقر. يعني ليش القوة عندنا؟ ومو تو قاعد تقول الحين هم ما قصروا وحشاله ورفعوا الإيقاف وسووا هذا بالفيفا؟ اي ادري، بس الحين باللجنة الأولمبية. اي في فرق كبير، فرق كبير جدا. شنو فرق الكبير؟ ان بالفيفا احمد الفهد ابتعد عن الفيفا، فصار المجال اوسع بشكل اكبر ان انت تتفاهم مع الفيفا، في مرونة اكبر، الموجودين اصلا مو معاه، فبالتالي تقدر تتفاهم معهم، وفعلا تفاهمنا معهم ونشال الإيقاف عن كرة القدم. أحمد الفهد لازال موجود في اللجنة الأولمبية الدولية، لذلك العرقلة 28/8 الحين 24/8 جلسة الكاس حكم بخصوص الشيخ طلال، هذا شنو وضعه؟ هذا كاس الحين، انا قاعد اتكلم على اللجنه الاولمبيه. لا اقصد انا الحين كاتحاد، الحين انا قاعد اكلم احنا الحين احنا استانسنا من الاتحاد وخر عن المشكله اللي مات اللجنه الاولمبيه الحمد لله. وانا اقول لك اياها، ترى انا يمكن اضم صوتي حق احمد والجميع، ان ما نبي المشاكل اللي تجي حق الرياضه الكويتيه. عيني وراسي انا قاعد تقول لي شنو الفرق؟ انا قاعد اقول لك شنو الفرق. هناك ان شاء الله احمد الفهد من الفيفا، وهو اللي انا من اول يوم من 2015 لليوم واقول نفس الكلام، وهو اللي قاعد يعرقل لنا هذه الامور برا.
زائد الكتب الموجوده من الاتحادات السابقه المنحله اللي يطالبون في عودتها حاليا، رغم ان تنازلوا عن عودتها، صارت بس عوده طلال فهد الى اللجنه الاولمبيه الكويتيه، باعوا الاتحادات الباجي عشان شخص واحد الا يرجع هو ولا ما يصير، لان ما يبوا طالي باجي الاتحادات يعني، هذا شيء واضح بالكتاب. ها خلينا نحلها، مو قصه نحلها الحين، احنا عندنا قانون يعني بالكويت يمنع فيش بعد الوهاب، في ضغط عندك من ثلاث اربع نقاط اسويها نقطه واحده وعبد الوهاب. انت قاعد تقول بس شخص واحد، انت قاعد تقول الحين خلينا نحلها. الحل في حل، سوها لجنه انتقاليه، لجنة انتقالية وحط الشيخ طلال فهد فيها. مو هذا اللي راح يصير، لا يصير ثلاثة. هذه خرطة الطريق، هذا موضوع ثاني. لا لا لا، هم قاعد يتكلمون عن عودة الشيخ طلال كمجلس إدارة في اللجنة الأولمبية الكويتية. هذا الأمر غير مسموح عندنا في الكويت. كابتن منصور اللي يقول وياه بالعكس، هذا خرطة الطريق. اللي أفهمه من كلامك أنت تبي آلية ثانية؟ في آلية عبد الله الحين مثلاً اتحاد القدم حلو، ردوا الشيخ طلال، حطوا لجنة، ردوا الشيخ طلال؟ لا لا، شلون شال الايقاف؟ لجنه تسويه، حط لجنه تسويه. انا ما سوى القاعده، مش الايقاف ابن حلال. اي بس هذا ده بالتعاون طبعا، تدري ليش؟ لكن لان في اسباب لها، لان القانون الكويتي القانون عندنا ما يمنع، يمنع عودتهم. لكن انا ليش قاعد اقول لك هذا الكلام؟ القانون صادره يمنع عودتهم. تسالني عبد الله مساء عليك، قاعد اتكلم من باب في قوانين صدرت يمنع عودتهم. كلامك عدل ماجد، احنا ليش ما نسوي روح القانون، ناخذ روح القانون، نقعد مع الحكومه، خلينا نسوي الشغله اللي هي تصير بين طرفين. ما في روح قانون، في قانون حق لجنه نقدر نكلمها. ترى بكل شيء روح القانون موجود، لو بتطبق القانون ما حد يمشي بنفسه. صالح يقول عبد الوهاب قال لهم نسوي لجنه انتقاليه، يبا حطوا اللي تبون، حطوا مجلس اداره السابق بس بلجنه انتقاليه، لان القانون يمنع ان احنا نرجعهم. هذا انت كذي قاعد تعجزني انا عن تطبيق هذا الشرط والتفاوض، ليش قاعد نسوي على الاساس؟ بس انا قاعد اقول لك هذا العجز ليش؟ ليش الفيفا رضى والاولمبيه مرضت؟ لان هني ما في احمد الفهد ان شاء الله، وهني في احمد الفهد، بس هذا الموضوع كله. لكن انت لاحظ ان انا قاعد اقول لك وصلت مرحله يبقى الاتحادات الباجي الحين كلهم ما يبوا طاريهم الا اللجنه الاولمبيه عشان عوده الشيخ طلال. شنو تقصد بالاتحادات كلها ما يبوا طاريهم؟ باجي الاتحادات الموقوفه كلها، اتحادات الحين مو في اتحادات موقوفه، مو الاتحادات من اللجنه الاولمبيه اللي كانت اللجنه الاولمبيه تطالب بعودتهم. اللجنه الاولمبيه كانت تقول رجعهم ورجع اللجنه الاولمبيه معاهم، حلو؟ الحين ما يبوا طاريهم بالكتاب الاخير، ولا 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 لا من قريب ولا من بعيد اتحادات، رجع لجنه اولمبيه فقط لا غير. الامر واضح. هو تحكي عن نظام، لحظه محمد، واحده واحده، انت قاعد تتكلم عن اللجنه الاولمبيه الدوليه الكويتيه، انا قاعد اتكلم هي اللي باعت الاتحادات. ايه هي باعت الاتحادات، باعتهم باعت شلون باعتهم باقل من شربت ماي؟ شلون بالكتاب الاخير ما طالبت بعودتهم. يعني انت الحين تخيل تبي رفع ايقاف مؤقت، تخيل رد اللجنه الاولمبيه، تخيل ردت اللجنه الاولمبيه يرفع الايقاف زي الاتحادات والاتحادات هذيله. انت قاعد تقول الكتاب واضح، لجنه اولمبيه ومشكله القانون السجن. قانون السجن متعارض انه بس يعني في تعهدات انه راح يتغير، بس اللهم خير يرجع المجلس يعني، وتنحط تتغير من قانون رياضي الى قانون جزائي، يعني حتى ما تنشال، لكن تغير من قانون رياضي الى قانون جزائي. وفي لكن السجن موجود مواد ثانيه ترى، في اكثر من اربع خمس مواد في السجن، هم في مادتين يتحولون جزائي وتنتهي المشكله هذه كلها، يعني هي خالصه السالفه. لكن ارد الاولمبيه بروحها والاتحادات هذول الباجي كلهم ما ردهم وينشال الايقاف؟ وين كان الكلام قبل مال الاتحادات؟ اذا مع عمليه التنازل من اللجنه الاولمبيه على المزاجيه يبون شخص واحد يرجع. ايه هي قلت لك كسر عظم، مو قاعده ثابته، في احد يبي يكسر عظم ثاني، انا برد اخوي غصب، هذا الموضوع كله. انا برد اخوي يا ما ترد يا ما تلعب رياضه، وهذا الكلام من اول، يا تسوون لنا النبي من 2015 يا ما في رياضه، وكان قبله في نفس المنوال في 2007. نرد نعيد القصه من اولها، لكن هذا امر مشى. وبالاخير لما شفنا القدم ردوا القدم مره ثانيه من غير تطبيق الشروط، اذا العمليه ما هي بشروط، لانها ميثاق وعام مبادئ عامه ما هي قوانين يقدر يفسر بالتصريح نعم او لا. نسمع يا صالح راي الجمهور اللي اتصلوا يبي يشارك ويانا، بدايه مع اخونا عمر الكندري. حياك الله يا اخوي. الله يحييك، يعطيك العافيه اخوي، وحييك معك الكرام، حياك يا غالي. يعني على السريع، احنا عندنا مشكله بالكويت، دائما حلولنا للمشاكل وقتيه، نعم، خاصه في مساله الرياضه. يا جماعه احنا من سنين قاعد ندور بنفس الدائره على قولته، بنفس الفلك قاعد ندور. اذا احنا عارفين ننهي هذه المشكله. اليوم اللجنه الاولمبيه بخطابها اللي توجه لنا كان الكلام واضح، خلاص السلطه المعترفه عندنا هي اللجنه الاولمبيه الكويتيه السابقه. طيب ردها، ومن خلالها بعدين انت حاول تعدل الامور. خل نفتك من هالموال هذا، احنا يعني حرام، العاب تدمرت، رياضات ثانيه تدمرت، بغض النظر عن اتحاد الكره الحين اللي رد. التساؤل السؤال اللي يعني المطروح،
لو في تاريخ 24 أغسطس في محكمة الكاس طبعا إيه؟ لو الشيخ طلال فهد كسب حكم في رجوعه، شو الموقف الاتحاد الكويتي هنا؟ هل نحن ما راح نطبق حكم الكاس؟ بالتالي راح ندخل بمعمعة ثانية، خاصة أن سلطة الكاس يعني أكبر من الفيفا، سلطة قضائية رياضية بالنسبة للمجتمع الدولي الرياضي كله. فإحنا يعني اليوم لازم نلقى أرضية معينة أنه خلاص ننهي هالأمور هذه كلها. يعني ألعاب كاملة تدمرت بسبب الخلافات هذه، ردوهم وبعدين يصير خير. جمعيات العمومية أي طريقة ثانية إحنا نقدر إحنا نحل الوضع بيننا يعني. وعساك على القوة. الله يقويك يا أخوي عمر، شكرا لك. سعد الصالح حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام. يا هلا وسهلا. شلونك يا أخوي سعد؟ يا حياك الله يعزك الله حفظك. الحمد لله على عودة البرنامج وعودة سبقة جميع البرامج. الحمد لله على عودة مشاركاتكم لنا ومتابعتكم. تفضل يا أخوي. كنا بشغف لانتظار برنامج. تحية خاصة للأخ العزيز محمد الصالح والأخ ماجد عوض. سلم عمر. وأعتذر من ماجد عوض لأن في اتصال سابق الموسم الماضي ذكرت أن محمد الصالح عنده منطق، فما أقصد أنك أنت ما عندك منطق، بس كنت أردت أن المعاملة ويا محمد الصالح تصير أنه لم ينهي موضوعه يلا تصير مداخلات، فهذا حبيت أوضحه. وبالنسبة لمحمد الصالح عندي سؤال. عزيز عزيز وغالي تمول عليه من يال تمول عليه تمول لا هو راح المال يعني المباراه نسى تفضل بس قول نقطتك يا اخوي سعد بس عشان الوقت. محمد الصالح عندي سؤال في حاله انتقامه انتخابات الانديه وتغير مجلس اداره نادي القادسيه بالكامل وجاء من يستحق ان يمثل نادي القادسيه ويمثل الرياضه وقلب على البلد، هل سيبقى يشجع نادي الزمالك؟ وشكرا. طيب نرجع مرة ثانية الصالح قاعد يدون أبي عمر الكندري سألك سؤال اثنينهم سألوك يعني منوتهم ها تفضل شو قاعد تسوي يعني نوتهم زين جاوب أنا أكتبهم عشان لما جاوب طيب. الأول ما سألت عمر الصالح سألك سؤال عمر الكندري عمر الكندري سألك سؤال يا محمد الصالح هو ما سألني بشكل مباشر قال الكلام واضح ردوها وخلاص ان ردوا اللجنة كتاب الاولمبيه هو يتكلم عن في حال اذا كسب الشيخ طلال الحكم شيخ طلال ادري هو يتكلم عن الاولمبيه شنو موقف الاتحاد يتكلم عنه ويقول ان الكلام واضح وردوهم وخلاص مو اخوي عمر معلش والله العظيم قاعد اكلمك جد الكلام بالكتاب الاخير واضح طيب ما هو الكلام بالكتاب اللي قبله ايضا واضح والكلام بالكتاب بالكتب اللي قبلهم كلهم ايضا واضح لكن سبحان الله قاعد تقلص الامور الى الاقل لأن العملية مو على آخر كتاب يكون عندنا ردة فعل معلش مع كامل احترامي لردود فعل العامة في تويتر أو في الإعلام أو في أي إن كان في بعض الصحف أي إن كانت أي إن كانت سواء إلكترونية ولا ورقية لما يشنون حملة الكتاب الحاسم المغتضب ومن هالكلام ما هو أنت الكتب اللي قبله كانت شروطها أكبر للكتاب الأخير قلت شروط وايد أصبحت العملية شخصانية بشكل مباشر فإذا السالفة مو ردة وخلاص ردة وخلاص حط لها انتقالية عطيتك أنا حل لأن يبقى القانون ما يسمح رده بشكل مباشر انت كلجنه دوليه ها قول له والله لجنه انتقاليه وبنحط هذيله احرج الحكومه الكويتيه هنا وقول له يلا تفضل انا حطيت لك لجنه انتقاليه مثل ما صار بالقدم مثلا بس احنا اخترنا هذيل الناس احرج الحكومه الكويتيه وقول له يلا جاوب على سؤاله اما مساله الكاس إيه؟ انا بس السؤال الحين مو السؤال اذا كسبه السؤال هو ليش راح عشان شنو مو شان الايقاف عن القدم ايش بقى الاولمبيه صح وكان قاعد يتفاوض معهم عدل عدل يعني منتخب القدم اللي ما يلعب الشيء الاولمبي فقط لا غير صح ان شاء الله الايقاف ليش يا شيخ طلال راح تشتكي هذا ينعكس على الكلام اللي انا قاعد اقول لك اياه من ساعه ان عندهم عوده الرياضه مرهونه في عودتهم هم يا انا ارجع يا ما له داعي الرياضه اذا نتكلم عن شباب كويتي صار له واقف صار له فتره كم سنه فوازني قاعد يتكلم وقاعد يقول احمد قاعد يتكلم ويقول ان احنا لاعبين وشباب وغيره وكل الكويت يتكلم في نفس المنوال ونفس الخط حرام الشباب الكويتي وحرام الشباب الكويتي كاهو رد الشباب الكويتي ليش راح مشتكي عشان تاخذ منصبك بتقول لي انا لي حق عشان اخذ منصبي عشان منصبك هذا بترد الشباب الكويتي هذا كله مره ثانيه يتوقف وما يلعب هذا هو المنطق الحين إذا هذا هو كسب حكم الحين طيب احمد اذا محمد. كسب حكم الكاس اذا كسب القضيه شنو راح يصير راح يجي ويسوي نفس ما سوى في 2010 ويقول هذا حكم الكاس واعطوني الاتحادات لما خذوه في بالبلطجه في 2010
وخذوا القفول وخذوا المفاتيح من أمير السابق ودشة وخذوا الاتحاد وما اعترفوا لا بحكومة ولا غيره. خليه يسوي نفس المنوال، هل يقدر؟ هذه المرة أعتقد أن الحكومة راح تقول لا هوب لا. ستوب وقف طيب. لأن هذا الحكم غير ملزم لدولة الكويت، فأنت رجوعك ما على أي معنى حاليا، خصوصا بعد رفع الإيقاف وإقامة انتخابات اتحاد كرة القدم. وفي سيناريو راح يدخلنا في دوامة أخرى من أول. أنا فاتح المجال للاتصالات، يسألون الاتصالات بأريحية تامة ونسأل الأسئلة ونعطي الإجابات للكل علشان يايك، علشان بس لا أحد يقول أنتوا قاعد تسألون أو تأخذون أسئلة معينة وتهدون أسئلة. السؤال الثاني تفضل بس عندي، ولا نأخذ اتصالات؟ نأخذ اتصالات، يمكن أسئلة كلها يعني ما يندر. حجي أحمد حياك الله. السلام عليكم أبو تركي. عليكم وعليكم السلام والرحمة. أمسي عليك وعلى ضيوفك الكرام. حياك الله يا أخوي. أبو تركي، الكويت فيها شباب وفيها ناس متوسط العمر وفيها ناس شياب. نعم. يمكن الشباب متابعين القضية أكثر مني أنا ومن اللي كبري. لك طولة العمر يا حجي أحمد. إحنا طال عمرك ضعنا بالطوشة كناس كبار. ايه؟ نحب الرياضة، كنا رياضيين سابقاً. احنا حنا بيني وبينك مو عارفين شو السالفة، ليش اللي قاعد يصير هذا يعني الكويت وين راحت؟ سواء انا الشيخ طلال الشيخ احمد الاتحاد اللجنة الأولمبية، يا اخو فكروا بالكويت قبل كل شيء. نعم. قبل لا تفكروا بنفسكم فكروا بالكويت. صح لسانك. فكروا بالكويت، قول هذه ديرتنا. انا اول مرة اشوف يعني دولة الحرب يصير من الداخل فيها مو من برا، حنا حربنا من داخل طال عمرك، هذا ضد هذا وهذا ضد هذا، شو السوالف هذه؟ ليه متى يعني؟ الله يصفي يعني الناس ذنبها، احنا كناس كبار نبي نستانس على الكويت، نبي نشوف علم الكويت، شو ذنبنا اللي قاعد يصير فينا كذي؟ اساس خاطر فلان وفلان يبغى صف النية وقولوا الكويت هي امنا وهي ابونا وحلوا المشكلة بينكم، وبارك الله فيكم والله يعطيكم الصحة. جزاك الله خير يا حجي، عساك دايم بأخبار طيبة نتسمعها ولك طولة العمر إن شاء الله. أحمد بلوشي حياك. يعطيكم العافية. الله يعافيك ويسلمك. مساء الخير. أنا عندي حل يمكن يرضي جميع الأطراف. تفضل. ليش ما اللجنة الأولمبية السابقة والاتحادات السابقة يقدموا استقالاتهم؟ إنزين. بعدها ترد الاتحادات كلها. أوكي. ورد انتخابات تسوي انتخابات من جديد. إذا ما كان شيخ طلال أي شيء شاء مضامن لنفس اللي قبل أندية العشرة الثانية، هذا شيء ثاني. أنا أعرف لحد الحين ما زالت أندية تكتل تحت أمره، يعني أقدر أرجع مرة ثانية انتخابات وفق ناس من عوار الرأس. هذا اقتراح ويعطيكم العافية. جزاك الله خير. شكرا بلوش. الله خير. شنو عندنا شباب؟ علق عليه ضروري هذا. أحد بيعقب؟ أنا والله ودي أعقب بموضوع مهم اللي هو الله يطول بعمره الأخ حجي أحمد. أنا بغيت أقول له موقف صار اليوم أحد تواصل اجتماعي حطوا صورة المرعب جاسم يعقوب، فواحد قاعد يقول أنت شو شي؟ يقول أنا عرباوي، فوايد منصدمين جاسم يعقوب عرباوي ليش؟ لأنه كان حاط قدوته الله يذكره بالخير عبد الرحمن الدولة كلاعب، القدوة هي اللي خلت التفاعل بالرياضة. إحنا مشكلتنا ليش انا تو يمكن قاعد اعقب واقول الروح يعني روح القانون قبل اطبق القانون. اليوم لازم نحط شعار الكويت فوق الجميع. الكويت انا ودي هذا الشعار، يعني اتمنى الحكومه تتبناه، الكويت فوق الجميع. يا اخي الحين شوف كواحد يعطي مقترح ان نشيل مثلا اعضاء مجلس الادارات المعينه، نشكل والله جميع عموميه. يا جماعه لازم شوي يصير تنازلات، احنا ضاعوا يعني هذا الجيل الحين اللي احمد اللي انا وقت يعني انا بجيل انتهى الحين، الجيل اللي جاي حتى تطبيق مثلا الامور اللي جايه لما انت بترفع الايقافات تبي لك 4 سنوات 5 سنوات علشان ترد اللاعبين اللي انت كنت بالخليج، اي دوله تروح لها بالخليج بالخليج مو برا يقولك افضل لاعب واللاعب المميز اللاعب الكويتي، قاعد ندمره احنا. نعم. محمد صالح عندي سؤال اخير بس عشان عندي محاور ثانيه ابي ادش تفاصيلها خصوصا ان راح نص الحلقه تقريبا. باكر القرار شنو ممكن يكون توقعاتك وشنو ممكن يصير بعد هذا القرار؟ والله توقعات في النهاية. التوقعات صعبة ترى، بس أنا عندي تعليق بسيط على المتصل. تفضل. أول شيء سعد صالح يقول لك خلت تتغير الإدارة، إن شاء الله ما تغير، وأول يوم تتغير فيه راح أجاوبك على السؤال إن شاء الله. أول يوم تتغير فيه. وبخصوص أحمد البلوشي يقول خل قدمون استقالاتهم، هذا الكلام كنا نطرحه حق اتحاد القدم وأيضا اللجنة الأولمبية إذا تذكرون في الفترة السابقة لما كنا موقوفين. لو مقدمين استقالاتهم كان اصلا الحين اللجنه الاولمبيه ما حطتهم كشرط، كان حطت لجنه انتقاليه وانتهى الموضوع كله.
لكن بكل أسف نرد نعيد ونقول أن النفس مقدمة على كل شيء. يا أنا يا ما في رياضة، هذا النهج إحنا اللي قاعد نواجهه حاليا، ومو اليوم طبعا، هذا الكلام صار لنا سنوات فيه. بخصوص باكر عبد الله، باكر بصراحة صعب تكهم النتيجة، يعني ما ندري شنو اللي بيصير. باكر الكتاب يقول والمهلة مالته تقول عكس، إنه والله لا قد لا يرفع الإيقاف، لكن التعاون واللي صار يعني مثل ما قلت لك التسلسل في المرونة إلى وصولا إلى الكويت والكتب والمراسلات وغيره وغيره، هذا شيء ممكن يدعو التفاؤل ويقول والله ممكن يرفع الإيقاف دام وصلوا لهذه المرحلة قد يرفع الإيقاف. لكن أنا اللي قاعد أشوفه من بعض التعنت زائد بعض العراقيل من الطرف الآخر شلون قاعد يعني يحط كل حيلة بحيث إنه والله يا يرجعون ربعي يا ما يصير، هذا الأمر ما يدعو. بس الصحيح صحيح إن اتحاد كرة القدم في معزل كامل عن هذا الموضوع، معزل أبدا أبدا، ما له علاقة في هذا الأمر، لكن ما يلعب أولمبيا فقط لا غير، يعني البطولات اللي تحت اللجنة الأولمبية. يعني شوف بعد هالكارثة اللي صارت في الرياضة اليوم، كلام الحج أحمد، إحنا اليوم عندنا مشكلة كبيرة. اليوم المخول الرئيسي اللي يدفع ويدعم الرياضة هي الحكومة، فبالتالي اليوم الأشخاص اللي ما قاعد يديرون الرياضة اليوم، إذا الحكومة ما تفكر بعد هذه الطامة الكبرى اللي صارت وهالمصيبة إني أنا أعمل عملية خصخصة وعيد تنقيح ولوائح وآلية عمل الرياضة بشكل عام، إن اليوم أنت اليوم بالكويت ترى مو شيء جديد، كل دول الخليج نفس آلية الكويت، ليش هناك ما عندهم إيقاف؟ لأن إحنا في ناس تروح تشتكي. لا 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 نفس اللائحة. بس في. لا إحنا أكبر بمليون مرة. أدري بس أنا قاعد أقولك نفس الآلية، إن الحكومة هي اللي تشرف على الرياضة وتدفع وإلى آخره، ولكن هناك ما عندهم ذيك الجرأة اللي واحد يطلع من هني ويروح يشتكي على ديرته. هذه شغلة. الشغلة الثانية، أنت كدولة أنت الراعي، أنت اللي تدفع، أنت اللي تتحكم، فبالتالي الريع والشغل كذا لازم يكون تابع لك أنت مو لأشخاص. اليوم الولاء لشخص لأشخاص مو الولاء للرياضة ولا للكويت، وهذا اللي قاعد هذا اللي ندمرنا إحنا. أيوة. اليوم إذا الحكومة والهيئة ما تفكر بتغيير اللائحة وتغيير النظم وعمل الخصخصة، متى يقول لك والله حبيس الأدراج؟ ليه متى تبي تعدل؟ متى بتغير؟ فهذا اللي احنا لازم نتحرك عليه، مو والله نفكر والله باكر بيصير او ما يصير، ينشال الايقاف ولا ما اليوم اذا ما نفكر بعد هذه المصيبه الكبرى اللي صارت، ما نغير اليه العمل من خلال الرياضه وفكر رياضي جديد، اذا خلاص خلينا نقعد احنا ونقعد نحاتي والله شهر 6 وبعدين 25 بعدين نمشي على التواريخ. ها بتركي 13 و15 و25 في موضوع الاتحاد العماني طبقه. ايه صارت مشكلة عندهم بالرياضة وهذا. السريع أبو عبد الله، عندي والله عندي تغريد. أقل من هذا، يعني صارت مشاكل عندهم بكرة القدم عشان مجال إحنا نتكلم فيه. أول قرار إيش نتخذه؟ هم ما سووا عقوبات الأولمبية ما أولمبية، ما في مشاركات خارجية. قعدوا فترة وكان عندنا مدرب أذكر اسمه كولين دابسون، هذا المدرب خذوه من عندنا. وراح هناك الحين منتخب الاتحاد بوجود ضيفنا كابتن احمد دوسري، ما عليه سامحنا دخلناك بهالتفاصيل، لكن موضوع نفس هذا مهم جدا وفارض نفسه في الحلقه. عموما عندنا تغيير خاص للحراس ومن بعدها فاصل والناقش ان شاء الله بعد الفاصل. يقال كثيرا أن حارس المرمى هو نصف الفريق، وربما تكون هذه المقولة صحيحة وتأكدت في الكثير من المباريات سواء كانت محلية أو عالمية بعد أن تألق حماة العرين بالذود عن مرماهم ومنح فرقهم الانتصارات والبطولات كذلك. الكرة الكويتية أنجبت الكثير من حراس المرمى المميزين، ومنهم على سبيل المثال أحمد الطرابلسي والمرحوم سمير سعيد وخالد الشمري وغيرهم الكثير. ومن الجيل الحالي للكرة الكويتية يتواجد بعض الحراس المميزين، منهم خالد الرشيدي وحميد القلاف وسليمان عبد الغفور ومصعب الكندري وحسين كنكوني. تلك الأسماء جذبت الأنظار أكثر من حراس الفرق البعيدة عن منصات التتويج، ولعل أبرزهم حاليا هو حارس مرمى خيطان أحمد الدوسري الذي خطف الأضواء في المواسم الأخيرة وجعل الأندية تتهافت على توقيعه.
أذكر على السريع قبل أن نطلع حق البريك، بلشنا في تقرير خاص للحراس بوجود ضيوفنا كابتن أحمد موجود ويانا الحين. كابتن أحمد بسألك سؤال، إن اللي عرفناه في عروض كثيرة جت لك في مواسم اللي طافت تحديدا وهم من القادسية، كلمنا عن هذا الموضوع. أول شيء طافت ياوني ثلاث عروض. إيه. من القادسية ومن الكويت وعرضين من برا. عروض خارجية. إي من السعودية. إنزين. فسالفة السعودية عندي مشكلة أنا شوي فما أقدر أطلع برا فيها. وسالفة الكويت القادسية نادينا رفض إن أنا أروح. ناديك رفض. إيه رفض إن أنا أروح. قال إحنا بحاجتك و. عوضوك. يعوضوني. طيب محمد صالح كان له سؤال اول الحلقه، قال شفناك فتره وبعدها اختفيت، اسباب الفتره اللي شافني فيها احمد صالح كان دوري دمج. زين. فكانت مباراه منقوله، الحين احنا دورينا اسمه ليش دوري ما جاوبت على طول دوري المظالم. احنا دورينا اسمه دوري المظالم، ايش ما تسوي بالدوري هذا وانت الاخير الدوري ما حد راح يذكرك. زين احمد، انا بسال سؤال والسؤال حق الكل. يعني عندنا حراس سوبر بالكويت. اي الكويت اصلا افضل حراس الخليج، افضل حراس من افضل من عمر. ليش ما نشوف ليش ما نشوف حراس محترفين بالكويت؟ شلون يعني حراس محترفين؟ لا ليش ما نشوف يعني محترفين حراس بالكويت؟ يعني تجيب محترف حارس. ما انت بحاجه محترف حارس، ممنوع. بغض النظر ممنوع. كل نادي بالكويت عنده جول شيء زين، شيء بحرز شيء بالحارس محترف. يعني لائحه ما تسمح اللائحه. بغض النظر ممكن اعلق دم بالسؤال، بغض النظر عن اللائحه ما تسمح لا تسمح. انت ليش شوف عندك نكس لاي يعني حراس انا وياك انت كل سنه بالكويت كل سنه يطلع جول سوبر على مستوى الخليج حراسنا الافضل من افضل يعني. وفي اللائحه بعد مع هذا من تاريخ الكره تاريخ الكره يطلع جول بسعوديه زين يطلعون اربع زينين بالكويت، يطلع جول بقطر زين يطلعون اربع زينين بالكويت. صح. انت مو محتاج اصلا تقول عندنا حراس سوبر. نعم عندنا حراس سوبر، عندنا سليمان عبد الغفور، عندنا خالد الرشيدي، عندنا حميد القلاف، مصعب الكندري، جولتشي النصر المظلوم على سبيل المثال، دائما محمد هادي، محمد ترى كل عايد وفي انا ما لا اذكر اسماء ما بذكر اسماء. احمد انت وجهه نظرك من الحراس المميزين. محمد قال الايه قال فيه عطني حرج يا ربعه. انا ما ابي افتح لك المجال اقول لك حراس شباب ثلاثه انت تشوفهم مميزين. طقتي يعني ولا ان شباب يعني صغار طالعين ولا عمرك يعني بعمر عمري 20 21 22 كلهم ممتازين يعني. اللي بعمري عندك علي تراغ زين ممتاز، قلت ممتاز عبد الرحمن الشريفي، قلت النصر ما قلت القادسية، و الحجره في مال الجهره ممتاز، الجناعي زين يعني، كل الحراس الموجودين يعني البنية التحتية عندنا احنا هم زينين بالحراس يعني. انت ما انت لمدة 10 سنين قدام ان شاء الله ما عندك عجز بالحراس. بتركي كابتن عبد الله عاشور انا اللي اناديك. اي قول لي انت كنت تلعب مدافع. ايه بس انت حارس مرمى صرت، كلمنا عن القصه هذه. هذه الله يسلمك الله يرحمه سمير سعيد رحمه الله عليه. الله يرحمه كان الاستاذ نتمرن مع الله يرحمه الكابتن عبد الفتاح، فيمرنا ورا الجول. سمير فيه ميزه حلوه عشان راويك روح شلون تنخلق باللاعبين وهم صغار. كانوا لاعبيننا الكبار يجون حق اللاعبين الصغار يشوفونهم بالتدريب، فتتخيل انت عمرك بال12 سنه تشوف سمير سعيد وراك واقف قاعد يطالع التمرين. ايه طالع التمرين، انا كنت قاعد العب دفاع. اذكر قال ابو جزمه صفرة، كنت لابس تكرم جزمه صفرة، قال لي اوقف جون، اوقف حارس، فوقفت حارس. ما قاعد تقول انجليزي عشان اترجم. لا لا ادري يعني. لا يعني اقول لك الله يرحمه مصريين درسونا نعرف. اي صح امون عليك انا لا ادري احنا عبالنا شو اسمه عبالنا قول على وياك على الموضوع اللي هو اللي قلناه قبل الفاصل. اسمعيلون عبد الله ذكرت المهم لابس جوثي اصفر اوقف بالجول طر طيره ما ادري انا حتى لو تقول لي عيدها ما اقدر عيدها. يعني سمير سعيد ولد منه انت؟ قلت له عبد الله فؤاد عاشور. قال لي ابوك كان دفاع ومنتخب والنعم فيك، انت اذا شديت حيلك صير احسن جولشي بالكويت. معود خلاني اطب حتى بالقار اصير جولشي. ف حافظ يعني اتجهت الى الحراسه. وسمير سعيد يعني انت اليوم تتكلم عن انا اقول وجهه نظري يعني يمكن احد يختلف وياي. كابتن احمد طرابلسي من الحراس المميزين، انا عندي سمير سعيد اسطوره يعني مخلده عندي. ان سمير سعيد لما اتكلم عنه بخصوص حراسه المرمى يعني حتى دول الخليج اللي يمنا
طلعت قوانين انها تجيب حارس محترف من ايران، العراق، كلهم سعودية. كان عندهم الجولشي محترف، طلعوا قانون لان يبون مميزين، قاعد يشوفون الوضع الحين شويه. الدوري السعودي يقول صار احتراف ومحترفين وتسع حراس محترفين وهذا، لكن حراسه المرمى الحمد لله بالكويت يمكن من جيل احمد الطرابلسي واحنا قاعد نتكلم عن الحراس. انت اليوم انا اقول لك من الحين تحت 17 وتحت 13 و15 بالعربي اللي شفتهم انا قدامي طلعتهم البطوله، في عندهم ثلاث حراس مميزين يعني. وانا اتمنى من الانديه، ترى مو بس نادي العرب، كل الانديه حارس المرمى مركز واحد، لا تظلمون الحارس. كان حارس مميز عندك واحد اثنين ثلاث، دز الحارس يعاره حق نادي ثاني خلي يستفيد. اليوم انت تخلق روح المنافسه، هذا الشيء اللي ودنا احنا نشوفه بالانديه كلها. مستقبل الحراس عندنا يطلع. اي حرام، لا تظلم الحارس، تحط ثلاث حراس مميزين عندك، الثالث وده نادي ثاني، النادي الثاني محتاجه، يصير شويه تبادل. نبي نشيل يعني اللي بالقلب يا محمد صالح، نبي نشيله، ما نبي نقول والله يسمونه والله انا اتعاطف، انا واحد كلمني نادي العربي عندي فوق كل شيء، لكن الكويت منتخب الكويت فوق الجميع يعني هذا الشيء. لكن في شيء اسمه تعاون بالرياضه، نبي نساعد بالحراس، ما نبي تصير مشكلتنا وعجز بحراسه المرمى. طيب احمد دوسري على مستوى عالمي منو من الحراس يعجبونك؟ ناير وشتقل الماني، مدرسه المانيه رسمي ما فيها كلام. ما احب الصدق وفون فون اسطوره. تشجع المنتخب الالماني اللي عجبك؟ لا والله ارجنتيني يعني. ارجنتيني بس ارجنتيني بتاريخه كله ما طلع ولا قول شيء زين. اي صدق والله صح. كارلوس روا مو زين؟ ها كارلوس روا قبل ما هو بالله بدنزيري انا شفته زين بالارجنتين يعني. عبد الله على مستوى العالم. على مستوى العالم انا يعني كنت وايد احب كاسياس يعني كحارس، لكن الوضع الحالي يعني الحراس كلهم متفاوتين، ما اشوف حارس على مستوى العالم العالم طبعا نوير كله. انا طفارتي طبعا اشوف هو جولشي لكن تصرفاته ما تعجبني بالمرمى. يمكن افضل حارس منه ما والله عبد الوهاب. نوير غير طريقه الحارس كلها، ايوه كل اقوال من نص الملعب عليه ادري هو وايد جد غير طريقه الحارس كلها من الحراس، لكن الحارس يبني هجمه. انا اقول لك الحين حاليا يعني الحارس اللي اشوفه مع انه كبير بالعمر يا اخي تحترمه يا اخي بافون، يعني بافون من الحراس يذكرني بدسييف، يذكرني بجون باتس جوالشي قبل ياشين، شوف حراس القدم من اساطير اسلوب بافون يعني يخليك تحبه مع كامل احترامي. مع ان انا ما اشجع ترى ما اشجع جوفنتوس ولا اسطوره حراسه المرمى تاريخ العالم فون يعني انا ابو مصوت قدوه حق كل الحراس ترى انا ما اشجع جوفنتوس لكن يا اخي حارس رمز وقدوه حق كل الحراس صدق كريستيانو عطاه دبل كيك بس تحبه يعني. دوسري قبل اسكر هالموضوع في نقطة أبي رأيك فيها. أنت قلت بلوير غير مفهوم حراسة المرمى بأنه هو يبنيها يلعب ريلا يبني هجمة يوصل هجمة، لكن حارس المرمى معروف وهو يدافع عن المرمى هو ويمنع الأهداف فوق إنه ما يدافع عن المرمى صار يلعب وياهم كرة ويبني هجمة، يعني هذا شيء إضافة عطى حق ال هذا إضافة مو مطلوب منه مو مطلوب منه بس ترى في وايد حراس يتردون هالشيء. إيه ما يلعبون ريلا هذا مو عيب حارس ما يعيب هذا ما يعيبه، بس لما تكون انت حارس تبني هجمه بس مو اخطاء واجد اخطاء واجد ايه؟ مو اخطاء لانه وايد يتسرع هي ايه الاخطاء لا اخطاء ايه 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 ممكن تضيع خلاص. فيكتور فالديز برشلونه لعبها قبله منو فيكتور فالديز ايوه وكان يخطا هو من ايام شالكه افضل لا من ايام شالكه هو ستايله من ايام شالكه كذي شوف انا اختلف بحارس المرمى مو مطلوب مني يلعب ريلا مع الفريق من ايام تمتاز حارس المرمى في ميزه لازم يلعب ريلا الثنتين ليش اسلوب الكره من 90 من سنه 90 ليل 2002 يمكن الكابتن منصور موجود كحكم يعني انا اتذكر يوم لعبت الفتره هذه عبد الوهاب انت وايد قوانين انت وايد اي تسع قوانين تغيرت حق حارس المرمى قبل الكره لما تيك كحارس مرمى تمسكها وترد تقطها بعدين طالع القانون مال الكره تطق بالراس تمسكها حذفت الاوت تمسك سمعت انك من كثر القوانين هذه كانت تيك الكره تفكر احنا وين باي قانون طيب بس على حسب لون الجسم الجزمة طيب عندنا بريك صغير بعدها ان شاء الله راح نكمل يا بعض.
من أخبار الصحف الخاصة في موضوع لجنة التحكيم، استقرت على طواقم أجنبية خاصة من الجولة الثالثة من الدوري الممتاز. أبي راي أبو علي في هذا الموضوع. شوف كثرة المشاكل اللي صارت موسم اللي طاف، الموسم اللي طاف، الخلل اللي صار، المستوى المتدني نسبيا، ما نبي نقول والله حكامنا مو زين، بالعكس حكامنا زينين ومتميزين وإلى آخره، خلصنا من الشغلة، ولكن المستوى شوي هذا سامحنا المقاطعة، هذا دليل أبو علي أن لجنة تحكيم بهذا الموسم في شغل، في شغل في شغل، وفي لجنة إن شاء الله قادمة بإذن الله تبي تعمل، تبي تجتهد، تبي تسوي شغلة جديدة. اليوم انت قاعد تستعين يا اخي بالمدربين، قاعد تستعين بالاداريين، قاعد تستعين بالجهاز الطبي، فشنو الخلل انك انت مثل الدوري السعودي يا اخي قاعد يستعينون بالحكام الاجانب من بدايه الدوري، فبالتالي ما في خلل، انت ما قاعد تقصر على حكامك، بالعكس شلت الضغط منهم، اعطيتهم دافع لما يشوفون مستوى هي افضل منهم مستعد انه يبذل مجهود اكبر، لان في تنافس، بالتالي مستعد انه يبذل مجهود اكبر، بالتالي انت ابعدت الشحن اللي صاير على الانديه والحكام، والله الحكم هذا محسوب على النادي، والله الحكم محسوب على النادي، المباريات المصيريه اللي فيها مثل ديربيات وغيرها احط حكم محايد، وبالتالي ابعد الشحن وابعد الاحراج عن اللجنه، واحد، اثنين، اليوم الحكم الكويتي بحاجه الى دافع، انت احنا كنا سنتين واقفين، كان في خمول، ما في مشاركات خارجية، صار لنا تقريبا شهر توا شاركوا الشباب برا بلعبتين، هذا الدافع انت اليوم راح يصير عندك نقص، لان الحكام الكويتيين المتميزين راح يطلعون يشاركون بالخارج، انت بنفس الوقت راح تكون عندك ديربيات، راح تكون عندك مباريات مهمة، مستعد، ما عندك حكام يغطون، فبالتالي مضطر انك تستعين بحكام من الخارج على اساس يديرون لك الدوري هذا. بالإضافة إلى نقطة أخيرة، اليوم أنت لازم تستعين بحكام أجانب أو محايدين لشغلة مهمة، أن الرتم اللي صار الحكم بالسابق كان فيه حكام متميزين عندنا، اليوم الحكام عندنا كلهم نفس الدرجة، ما في حكم متميز، في وجود وحضور الحكم الأجنبي أو الحكم المحايد مضطر هني الحكم انه يبرز ويصير افضل من اللي موجودين بالساحه، بالتالي يكون راجع لك ابو علي ماجد على كلام ابو علي وعلى الموضوع اللي قلناه من خلال لجنه، شوف ان هالموسم عكس الموسم اللي طاف، الانديه كانت هي اللي تطلب من 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 الحكام لقياده مباريات، الحين لا، اللجنه بلشت ان احنا اللي راح نحط هذول الحكام. شوف توفير الحكام يمكن وجلب حكام اجانب يحكمون او على مستوى على لجنه نتكلم قاعد تطور المستوى، يعني شفنا يمكن عندنا امثله بالخليج، شفنا الاتحاد السعودي كان يراس لجنته حكم اجنبي، الحكام يطورون مستوى الحكم الكويتي، يساعدون مثل ما قال اخوي منصور يمكن يرفعون الحرج بعض المباريات والضغط على حكامنا اللي ساعد، يمكن حتى راح يستفيد اصلا حكامنا لما يتمرن مع الحكام هذا، يستفيد خبره، يستفيد احتكاك مع الحكام، باكر الحكم يطور نفسه، عندنا الحين موجودين 3 إلى 4 حكام من حكام النخبة وشفناهم يمكن قاعد الحين اختاروهم برا قاعد يحكمون في كم حكم عندنا طلعوا، نتمنى هالشيء، ليش؟ يمكن المشاكل اللي حدثت يمكن من 10 سنوات ما شفنا موسم صارت فيه مشاكل واحداث اخطاء تحكيميه مثل مستوى الموسم السابق، نتمنى ان تدارك هالاخطاء، يمكن اللجنه قاعد شافت اخطاء هالموسم السابق قاعد تعدل الاخطاء، قاعد تحاول انها تساعد حكامنا انهم يظهرون باحسن مستوى. احمد دوسري انت بكل امانه لما تشوف قياده مباراه من حكم انت داش المباراه شفت حكم خليجي او حكم اجنبي او العكس اذا دشيت المباراه شفت حكم محلي، شنو اللي ترتاح فيه اكثر؟ شوف كل امانه الحكم الاجنبي لما اشوفه بالملعب، يعني اكلمك انا كلاعب اشوف انه انا افضل من الحكم المحلي، مو انه كمستوى انت دش الملعب تشوف حكم اجنبي ترتاح اكثر، ترتاح نفسيا لان تدري ان الحكم هذا لا يعرفك ولا يعرفه، لا معصب عليك، لانه لو تصير اي غلطه حق الحكم ما له شغل فيه، انا حكم هذا بغلط، بس لما تشوف حكم تدري انه هذا رفيجه، والحكام ترى ربعنا، احنا نقعد ياهم هذا ربعنا، فادري مثل ما هو رفيجه، لو بيقول بقول له والله عشان رفيجك، فتصير بيننا مثل ما تقول محسوبيه، بس الحكم الاجنبي ما عليه محسوبيه على احد، هذا يعني برا يا يؤدي شغله بيمشي اخر شيء ما راح يقعد. يعني انت تحس ان قراراته تكون في حساسيه اكثر، ما انا بندش بالنوايا، مو معناته مو معناته ان الحكام اللي عندنا مو زينين، لا لا، ترى هو ابو عوض قال سيطافه ان الحكام مو زينين،
الدوري الاسباني السنه طافت حكامه كارثيين كانوا كارثيين يعني هذا هم محترفين. نتكلم عن الاخطاء صارت ايه حكم غلط بس الاخطاء احنا نتكلم اخطاء كانت بكثره الموسم السابق. الحكمي غلط حكمي غلط يعني البشر غلط بس ما في افضل حكم هو اللي اقل اخطاء في المباراه يمكن يصلح له. طيب صح كابتن منصور اهم من 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 اللي قاعد نسمعه بان لجنه الحين قاعد تبحث عن خبير تحكيمي عالمي. نعم. وهو اللي يكون مستشار هذه اللجنه. نعم. ايش رايك بهذه الخطوه؟ طبعا هذه خطوه جدا متميزه اكيد. انت اليوم بحاجه الى خبره يعني خبره خارجيه لان احنا صار لنا مثل ما قلت لك الايقاف دمر كل شيء وقف كل شيء ما في ابديت ما في تطور. فانت لما تجيب خبير خارج اولا ما يعرف الحكام اللي موجودين ما يعرف والله من هذا ومن هذا خلاص هذا جاي حاط استراتيجيه قاعد يشتغل اجر مقابل عمل عنده راتب يبي يشتغل والراتب هذا يبي يشتغل اساس يطور روحه ويقعد سنه وسنتين وثلاث فبالتالي راح يبين شغله خلال سنه واحد اثنين راح يعمل دورات مكثفه ثلاثه محاضرات والى اخره هذه شغله هذه كلها تنصب لمنه انا طبعا هني ودي اشيل انا ما تعودت طبعا تدري انا ما تعودت اشيد بأحد بس اليوم انا مضطر اني اشيد في الاخ احمد عقله واشيد بالاخ جابر زنكي لانه قاعد اشوف من بدايه المعسكر واول مره تصير ان اختبارات الحكام بالمعسكر يتصور بالفيديو ويراقب وهذا ما كان موجود فاذا جايين يعملون بجد وبصمت فبالتالي انا اتوقع بان هالسنه بوجود هالاشخاص راح نشوف تطور راح نشوف تغيير باذن الله بما ان احنا في بدايه بس ذكر اخوي منصور عبد الله الموضوع اخوي جابر الزنكي يمكن رئيس اللجنه واستلامه بعد ترى جابر الامانه شفت شغله ويا اللجنه وعلى علاقه زينه بكل الحكام يمكن مع يمكن يدري اخوي منصور أكيد. استدعى كل الحكام وقاعد يوفر كل السبل للحكام انه يظهرون مستوى يشرف الكره الكويتيه صح. ونشكر الامانه ابو علي على مجهوده اللي قاعد يبذله مع اللجنه وتواجده وياهم بالمعسكر مباشره كل صغيره وكبيره بالمعسكر ترى ظروفه ماجد مع ظروفه الاسريه وشغله والله أسرية بس انه صح الامانه يتصور يعني. انت هذه يعني ولده كان بيشارك هناك مع القادسيه رايح المعسكر لمجرد يومين ثلاث عشان يشكل ويرتب وشغل يخلص شغله ويرجع وبالتالي يروح الاسكندريه نعم. فبالتالي انا اعتقد بان مثل ما قال ماجد في عمل في مجهود في اخلاص نعم. من الاخوان هذه ان شاء الله يبين خلالها بعد الشكر نتمنى ان لجنه التحكيم هذه السنه مع الجهود اللي ذكرناها وبالإضافة إلى أكيد يعني هذه هي البداية إحنا ما قلنا إلا بداية خير وهذه القرارات اللي قاعد نذكرها في الحلقة هي بداية خير إن شاء الله لأن بوجود طاقم تحكيمي والمشاكل التحكيمية اللي كنا نتكلم عنها والكوارث في ناس تكلمت وقالت بمصطلح الكوارث في الموسم اللي طاف لكن إن شاء الله تقل تدريجيا يعني ماكو النهاية بشر لكن إن شاء الله تقل وما نقدر نتكلم ونقول بعد أو نرد ونقول أن هناك مشاكل تحكيمية خاصة خصوصا مع هذه اللجنة والعمل اللي قاعد تقوم فيه عموما في موضوع آخر واللي هو بخصوص وجود كابتن فهد الأنصاري في الإمارات رد وقال نائب رئيس جهاز الكرة بمبارك بوجوده أمس كابتن نواف المطيري بأن فهد الأنصاري موجود تصريح اليوم قاله أنه موجود بالتمرين وجوده بالخارج يمكن إجازة من الإدارة مكتوب بالتواصل الاجتماعي ظروف عائلية معطينا إجازة يوم معطينا إجازة يوم لظروف عائلية إيه هذا المكتوب يعني شو ليش أنت ليش قاعد تقول إن هذا المكتوب لا لأن بالتواصل الاجتماعي قاعد أشوف قاعد يكتبون خبر طالع إنزين نفاد الأنصاري معطينا إجازة يوم واحد لظروف أسرية يوم واحد شوف عبد الله مسألة العروض لفهد الأنصاري أكيد موجودة هذا شيء يعني واضح حيل يعني أوكي شفوية ما هي رسمية بس عروض لفهد واحد قدم المستوى اللي قدمه صراحة مع الاتحاد السعودي من الطبيعي جدا أن تيلعه أنا أتكلم عن مو بس الإمارات ممكن قطر حتى بقطر ممكن تيل عروض وهذا وأنا اللي أعرف أنه في عروض شفوية فعلا من قطر والإمارات كمعلومة عندي مبارك قال إنه ما في هي عبارة عن إجازة ليش إحنا نقول عروض أنا قاعد أتكلم إنه كعروض شفوية شفوية ما هي رسمية ما قدمت لنادي القادسية لكن ككلام صاير يعني في من قطر وفي من الإمارات وهذا أصلاً إحنا نستغرب لو ما جت عروض لفهد المستوى اللي قدمه مع الاتحاد السعودي صراحة مستوى رائع ويشرف صراحة ورفع راسنا فهد هناك بالتالي طبيعي زين من الطبيعي جداً أن تقدم العروض من أندية أخرى عدوه راح إجازة يوم واحد وهذا هذا أتوقع يعني مدارات على الموضوع ما هو أكثر يعني
ممكن يكون رايح لفعلا اجازه اسريه وممكن يكون ما اخر اليوم صرح كابتن نواف المطيري وقال ترى رجع فهد الانصاري ورد مره ثانيه دش التمرين وفي صور تدل على كذي ما ادري اذا هي جاهزه ولا لا بس دقيقه عبد الله فهد بالتمرين طبعا عيني وراسي فهد هذه صور بمشاركته اليوم شوف فهد الانصاري شارك التمرين يا انا اعتقد فهد الانصاري في له مثل ما يقولون حق مشروع انه يبحث عن الاحتراف ويبحث عن الماده ممكن تشوف هالسيناريو يعني تقصد ادري بالاضافه فهمت كلامي اي ممكن تشوف سيناريو خروج فهد الانصاري ادري بالاضافه الى أن تعود انه يلعب بالدوري السعودي والدوري السعودي بالجماهير وبالاعلام وكذا بيرجع مره ثانيه بيفكر انه بيود دوري الكويتي فرق يعني ها فبالتالي اعتقد حق مرشوع حتى لو عبد الله يروح يدور بالامارات او قطر او اي مكان عبد الله يا جماعه اذكر مره ثانيه حق المشاهد اللي قاعد يشوف هذه صور اليوم برجوع فهد الانصاري الى الكويت تحديدا ودخوله الى التدريبات هذه الصوره تاريخ اليوم باب الانتقالات للحين انا اتكلم انا توقعي ايه؟ وجهه نظري ما راح لا انا اقول لك الشوشره اللي صارت على أنا أنا على روحه الامارات انا متوقع انا توقعي فهد الانصاري ان الموسم راح يحترف ما يكون موجود بالقادسيه اتوقع هالشيء انا وياك انا متوقع ما راح يستمر مع القادسيه الموسم ما راح يستمر مع القادسيه انه راح يحترف برا لانه جرب الاحتراف انا قاعد اتكلم عن سنتين او ثلاث سنوات احتراف شفت المردود شفت الوضع الجماهيري الاعلامي وقاعد كنت العب في دوري اقوى دوري عربي موجود الدوري السعودي تردني من الدوري من اقول وباجي طيب طلع فهد الانصاري احنا نفترض افتراضيه بخروج فهد الانصاري هل القادسيه المفروض انه يوقع مع محترف مكانه ولا يحل لاعب محلي مكان فهد الانصاري لا شوف انا اشوف خاصه في مركز فهد الانصاري بالقادسيه المحليين على مستوى عالي الامانه يملكون ثلاث الى اربع لاعبين من افضل لاعبين قاعد اقول لك مصلحه النادي ها ومصلحه فهد انه يطلع صح في مركزه وايد لاعبين صراحه فهد كم باقي الموسم مصلحه النادي ان فهد الانصاري يطلع شلون يعني لان عنده مركزه وايد لاعبين فيستفيد استفاده ماديه كبيره من 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 خروج فهد الانصاري وفهد نفسه يحترف ويرد ويستمر في مستواه العالي وهو فهد يستفيد والنادي يستفيد واساسا يعني انت بتلعب فهد الانصاري على فهد اذا بقى هو اساسي هذا شيء خاصين منه نعم. طيب في لاعب مميز اخر راح يقعد على الخط شوف القادسيه يملك هذا خط النص يعني انت الحين عندك نفس المركز عندك سلطان وعندك رضاهاني وعندك محمد خليل ماوي. وعندك ماوي. احمد الظفيري عبد الله ماوي يقول شوي قدام يعني مع صناعه لا يملك اتكلم عن شوف خروج فهد عند المحاور اللي ورا قاعد تكلم خساره اكيد كبيره القادسيه بس يملك لاعبين جودتهم عاليه في خط النص عبد الله عبد الله ما بقى له شيء فهد ترى سنه سنتين يعطي بس خلاص يعني ما يقدر فاذا ما يستغل الفرصه هذه بهالفتره هذه انه يستفيد من الناحيه الماديه والاعلاميه والى اخره ويشارك في الدوريات المهمه اللي موجوده انت اليوم قاعد تلعب وانت ايدك على قلبك كان الايقاف ما ادري في لعب عندك طواسي على سبيل المثال يعني طيب عشان المشاهد هو متابع وفي من المتابعين دائما يركزون على الكلام اللي انا اقوله والوعود اللي انا اقولها ما تمر حلقه اليوم الا عبد الله انت الاحد اللي طاف او السبت اللي طاف بوجود عبد الله عاشور قلت الأربعاء هذا بخصوص موضوع يوسف ناصر انت عبد الله قلت بوجود عبد الله عاشور ايش رايك بالجمله ويطنز شوف انا بقول لك شغله اول شيء يعني علشان لما احنا نعطي اذكر الناس شنو الموضوع لا راح اقول لك هذه الاوراق اذكر الناس بطل سحر بس يا ابو عبد الوهاب اذكر الناس بخصوص موضوع يوسف ناصر الموسم اللي طاف انت قلت ما راح يقدر يوقع وشفنا يوسف ناصر الحين موجود وقعد لك ماجد قعد لك ماجد قال وصح وقال حتى موقع ويا الشخص البكر شنو قلت لي وانا الحلقه قبلها قعدت وياك وانت مصر على ان الموضوع واعطيتك شغله حصريه قلت لك انه راح يصير احتراف خمس لاعبين محترفين وقلت لي منو عشان الوقت احنا لخص لي الموضوع هذا وننسحب انا راح الخص الموضوع علشان لا حد ياخذ النظره ان ترى انا مو ضد يوسف ناصر ولا ضد اي لاعب هذا حق مشروع والكل يبي ينتقل ينتقل طبعا الاوراق اللي بيدي لائحه المسابقات 2017-2018 هذه يعني شيكت على الاوراق لي 2016 اختصر لي دقيقتين عشان انا اختم بعد لا هذه هي على يوسف ناصر قاعد اتكلم اي اختصر هي الماده يقول لك ماده 98 لا يجوز لاي لاعب اللعب خارج الكويت الا بموافقه الاتحاد والنادي ناديه يعني ويرفع الامر اللاعب الذي يخالف ذلك الى لجنه الانضباط الاتحاد وما يلزم في شأنه وفقا للقواعد السارية حلو احنا هذه ما بنخليها على جنب هذا يبوى عقد يوسف ناصر مع نادي كاظمة هذا في عقد بينهم وهم انا مستلمة من قبل سنتين
ما ادري شنو الاجراء اللي قاعد يسوونه هم كفيفه، شنو الاجراء اللي ويا كاظم ويا يوسف ناصر. انا هذا الشيء قدامي كاوراق كمستندات. طبعا اذا احنا بني كقانونيا احنا ماشيين هم على ان اللاعب محترف مو محترف، هاوي مو هاوي، هذه الضوابط الموجوده. انا عندي هذه تاريخ 24/5/2001، هذا اللي اقول لك يا موضوع كان بنادي التضامن، وعد شرف من كل الانديه باستثناء نادي العربي اللي ما كان موقع مع كل الانديه اللي وقعت على سالفه الامور الامر الشرفي ان اللاعب ما ينتقل الا بموافقه الاطراف. ما اطراف بس هذا مو اتوقع أول. نادي العربي مو ملزم، هذا مو ملزم اتوقع ملزم. طيب لا لا عبد الوهاب هذه كلها اوراق وقوانين اللي انت جايبها. انا هذه لا ما التضامن هذه شنو تقصد فيها؟ لا 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 انا شوف انا ما التضامن مو قانون عبد الله، ماجد مو قانون، هذا مو قانون. لا 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 منو قال القانون؟ اجتماع عرف، اجتماع قاعد اقول عرف يعني الكويت. الكويت يعني من بساطتها كنا نمشي على العرف والكلمه. هم سووا هذه الفكره، نادي العربي الوحيد ما وقع، كانت الاداره وقتها بنادي العربي اداره مميزه، عرفت ان بالمستقبل ما حد راح يمشي بالاوراق هذه. انا امشي الحين على الماده 95، شنو الاوراق اللي ماسكينها نادي كاظمه قاعد يخاطبون فيها الفيفا؟ هذه الاوراق موجوده، اجراء داخل الاتحاد. تقول لي والله الاتحاد موقع، الاتحاد سوى اجراء، لا ترى في اخطاء داخل الاتحاد، والاتحاد الموجود مطالب انه يشوف، لان ترى في مشاكل راح تصير لقدام. واحد في لاعب طلع من ناديه لنادي راح يعاره، راح لعب موسم ورجع، جاي يروح يعاره نادي ثاني راح لعب موسم ورجع، واللاعب قاعد يلعب، وهذه كلها لوائح خاطئه كانت قاعد تمشي. يعني معناته الفريق اللي راح لعب فيه ورجع بدون كتب رسميه يشطب نتائج الفرق. احنا مو قاعد نتصيد، احنا نبي امور تمشي بسلاسه. على شنو هذا باختصار موضوع يوسف ناصر؟ يوسف في له تبعيه يعني القانون ايه شنو القانون؟ ما الحين موضوع ايش ناصر كله الحين الكلام اللي قاله بناء على قانون 98 هذا 68 68 67 اللي قلناه مشوا عليها على الماده اللي هي 98 يعني على اساس ما قاعد يلعب تحرك الحين شنو القانون؟ ما يقولون القانون انه ما يجوز اللاعب الا يرجع ناديه، نادي لازم ياخذ من ناديه والاتحاد ينظر فيه. شنو الماده 98 ما لها شغل الماده؟ لا يجوز لاي لاعب اللعب خارج الكويت الا بموافقه اي ماده هذه 98 لائحه المسابقات اي لائحه هذه ممكن اشوف كاهي 2017 2018. لا لا مو صح، لا لا الماده 98 ايه لا شنو مكتوب عندي؟ يقتصر التمثيل الرياضي في جميع المسابقات هذه شو اسمها هذه ماده 98 هذه لائحه شنو انت انضباط ولا لائحه المسابقات كاهي لائحه المسابقات هذه من الكتاب ما اخذها هذا من وين هذه الاتحاد الكويتي هذه اللائحه انت قاعد تاخذ انا ما اخذها من عندهم هذه مع الاتحاد البي اف بي بعد التعديل هذه هذا انت بتاخذ لا هذا قديم هذا نقحوا اللوائح عدلوا اللوائح هذه الماده 98 حتى ترى لجنه الحكام وزادت اللوائح هذه الماده اللي تقولها العام وعبد الوهاب اللي عندك النسخه قبل التعديل ما لها علاقه بالموضوع ما لها علاقه بالماده 98 نهائي احنا كلامنا لا لا في لائحه حتى لجنه الحكام نقحوا لائحه احنا كلامنا تدري ماده 98 تتكلم عن شنو؟ عن اللاعبين غير الكويتيين اللاعبين غير الكويتيين او غير المحليين الجنسيه ما لها شغل بالكلام اللي تقوله الحين يا ماجد الحين انا من اول ما قعدت انا ناطر اللوائح من يوم اللائحه الحين خلهم الحين نادي كاظمة مشى راح للفيفا يبي ياخذ حقه من هناك بينصف حقه الحين احنا واقفين ضده ولا معاه انت لا. تشوف الصح راح تمشي ان كنت انا مخطئ لا يباع لا بس ما تقدر تقول لي ما يقدر يلعب اكتفي بهالموضوع تقدر تقول لي موضوع تقدر تقول لي موضوع روجيه مع السالميه دقيقه روجيه مع السالميه كانت المهله اليوم للساعة 9 بالليل شنو صار لك حتى ما في رد ما في رد من نادي السالميه الحين القرار راح يطلع قرار جدا قوي على النادي ما في رد بخصوص شنو؟ انه ما في لا تسويه ولا اجراءات طبعا بس كتب وعود قاعد ناخذها بس القرار شنو الموضوع بس؟ الموضوع اللاعب 5 شهور مو ماخذ رواتب بس انزين هذا هو فكلمنا كان يعطونا كتاب انه راح يحلون الموضوع بتاريخ بشهر 7 طبعا طاف الشهر 7 ودشينا 8 اتجه اللاعب مع المحامي للفيفا اتجهوا ويا من الفيفا اخر شيء اليوم الساعة 9 اي طبعا العقوبه اللي هو المحامي طبعا كلمني انا اتكلم بلسان المحامي ان العقوبه يسمونها 3 ميستيك يعني عقوبه الثالثه راح تجي
يعني اشد عقوبه راح تجي حق النادي بخصوص الوضع اللي بيصير، يعني راح تصير اشد عقوبه على نادي السالميه. ما ادري هو هذا زين المتوقع شنو مثلا المتوقع اي بالعقوبه؟ والله كلام المحامي اللي قال لي ايه؟ درجه ثانيه راح يصير. يعني نزلت العقوبه على نزول؟ لا معطينك مهله ليه 15 اليوم، يعني خلصت المهله الحين. خلصت المهله؟ خلصت المهله، المهله خلصت، خلصت وما دفعوا، ما دفعوا ولا تسووا تسويه ولا كلموا المحامي ولا شيء. الحين الفيفا راح ينظر بقرار اللي راح يحط عشان يصدر عقوبه. ابي اشكر بس فواز سامحون يا جماعه، خلاص خلاص الكلمه الاخيره بس عشان ضيفنا يا جماعه كابتن احمد الدوسري. حبيب ما قصرت يا ولد، شكرا على حضورك اليوم، يعطيك العافيه. شنو حاب تقول بالنهايه؟ حاب اشكر قائمين على البرنامج استضافتهم لي، حياك الله بأي وقت. وحاب أشكر المدرب هشام سليم اللي صراحة تعب معاي من سافرة وربعي معسكر، وهي تمر معاي بدل فترة فترتين، هاد شغلة وهاد بيته وهاد لاعبينة وجاي تمر. حاب أشكره على الهواء، وأشكر الضيوف كرام، وأشكر إدارة البرنامج استضافتهم لي. يعطيك العافية، شكرا على حضورك في برنامج 18. شرفتنا يا أحمد، والشكر موصول للجميع محللين 18 على وجودهم اليوم. باكر إن شاء الله موجودين، والوقت نفسه على شاشة الراي. مع السلامة.